فحسرة على الإنسان، يا حسرة على العبد المشغول في غير شغل، الذي لا ينتفع لا يلتفت إلى ما ينفعه لا في دين ولا في دنيا، فراغ ووقت ضائع فيما لا فائدة فيه، بل في المحرمات وفيما يبعده عن الله والعياذ بالله. فهذا من أشد الحسرات في حياة الإنسان. كان بعض السلف يقول: هب أن الله عفا عن الإساءة، يعني إذا العبد عصى ووقع في نصيبه من العصيان ثم تاب وأناب وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى، فظننا بالله سبحانه أنه يتوب على من تاب. قال الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لكن انظر إلى هذه النظرة العميقة: هب أن الله عفا عن الإساءة، عن إساءتي، الأوقات التي ضيعتها في معصية الله سبحانه وتعالى، هب أن الله عفا عن الإساءة، أليس قد فات ثواب المحسنين؟ ألا يحق للإنسان أن يتحسر على أوقات ضيعت في غير طاعة، بل ضيعت في معصية لله سبحانه، أثناء لهوي، أثناء بعدي، أثناء عصياني، كان هناك من يتزلف، من يتقرب، من يناجي، من يصلي، من يذكر، من ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. فحق للإنسان أن يتحسر على أوقات ضيعت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يلتفت إلى محاسبة نفسه وينسى ربه سبحانه وتعالى ولا يحاسب نفسه أين هو من الله عز وجل، العقوبة ينسيه الله نفسه فيهلك في أودية الدنيا وتشعباتها، ولا يلتفت إلى منافع الدنيوية والأخروية فيخسر. والخسارة الحقيقية أنه لا يلتفت إلى منافعه الأخروية التي تقربه من الله سبحانه. وكأن سائل يتساءل ويقول: ما الذي يحدث للإنسان إذا أنساه الله نفسه، إذا عوقب العبد بسبب إعراضه عن ربه سبحانه وتعالى فأنساه الله عز وجل نفسه، ما الذي يحدث له؟ كأن سائل يتساءل ويقول هذا. فالجواب: أولئك هم الفاسقون. هنا الاستغراق، أي هذا الشخص الذي ينسيه الله نفسه إذا به سيسير في دركات الفسق درك بعد درك إلى أن يبلغ إلى منتهى الفسق والعياذ بالله، لأنه نسي ربه، ولأن الله عاقبه بأن أنساه نفسه بسبب أنه لا يريد الله واليوم الآخر. خطر كبير أن يطلع الله سبحانه وتعالى على قلبك فيرى إعراضا عن الله سبحانه وتعالى. كيف يعيش هذا المعرض عن ربه سبحانه وتعالى؟ أما يخشى أن يعرض الله عنه سبحانه؟ أما هذا، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا أعرض أعرض فأعرض الله عنه. أما يخشى هذا الذي أعرض عن ربه أن يطلع الله على قلبه فيرى إعراضا فيعرض عنه والعياذ بالله؟ كيف يعيش، بل كيف يحيا؟ قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: وأيما جهة أعرض الله عنها أظلمت أرجاؤها ودارت بها النحوس. كيف يعيش، كيف يحيا، كيف يوفق في حياته الذي ارتضى سبيل الإعراض عن ربه والعياذ بالله؟ خسارة دين، خسارة دنيا، خسارة آخرة، خسارة نفس، خسارة للسعادة. فسعادة الإنسان في قربه من ربه وأنسه بمولاه، وهل تطيب الحياة إلا بذكره والأنس به ومناجاته سبحانه وتعالى. لذلك أيها الكرام، لا ينبغي أبدا أن نغفل عن هذه المحاسبة، المحاسبة على الأمور الكبار التي ينبغي على العبد أن يرى أن يمتثلها وألا يفرط فيها، لأن بها النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. أهم ذلك أن يحاسب العبد نفسه على الاستقامة الحقة، الاستقامة التي أرادها الله.